كبيرة بسم الله. مشاهدين قناة شوف تي في، مرحبا بكم في بث مباشر جديد ومن مدينة الدار البيضاء، ومعنا الجزار. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسم كامل؟ حسن الوزاني. حسن الوزاني، أشهر جزار هنايا بوردو. كي غدا الدعوة، كي غدا السوق، واش الحم طالع هابط؟ المغاربة كيسولوا على الحم. الحم قوي شوية، الثمن زعما غدا الخبطوار حاليا داير 78 درهم الكيلو. الخبطوار باش كناخذو هنا كنبيعوه ب 100 درهم. البطوار شحال كتاخذو؟ كناخذو ب 78 درهم. 78 درهم، هنا كتبيعو ب 100 درهم. كنبيعو ب 100 درهم. كنهضرك على الكاليتي الزوينة، العجل الصغار. لا ما فاتش 120 كيلو، 150 كيلو. قولي شي حاجه، شي حاجه فتيه. شي حاجه تاكلها كتذوب. زبده. زبده. وفين كتذبحوا؟ واش كتذبحوا في البطوار ولا؟ لا في البطوار كيذبحوا، حنا ما كنذبحوش. حنا كاينين الشوفياره، الشوفياره هما اللي كيذبحوا. حنا كنمشيو تقداو عندهم. تبارك الله، كتبقى كتفوس على زوينه على جال 100 درهم خروف في وقت الخروف. الخروف خويا الخروف كناخذوه دابا كناخذوه ب 90 درهم، 95 درهم في البطوار. ياك. سعيد درهم الخروف، ما كاينش الخروف باش بيت الخروف. الحوليه. من الحوليه غادي 100 درهم. وكيدير الناخذ ديال الحوليه؟ الخروفه صغيره خاصها ما تكونش والده. واه خاصها ما تكونش والده، تكون مخيره زوينه. مخيره وزوينه. ما عندك ما والبدايه ديالك في تكزارت امتى كانت؟ شكون علمك واش تعلمتي بوحدك؟ لا الوالد ديالي انا حرف. الوالد ديالي كزار هنا المكناسي معروف. مشاهدين قناه شوف تيفي، شي اي واحد كيكون كزار عرف بلي بواه كان كزار. فمين كان الوالد كزار؟ دابا راه باقي حي. باقي حي والله. تبارك الله، ابان عن جد. والله يخليه لينا. اللهم امين. امين امين الله يحفظك. شتا لي انت تعلمتي الصنعه ديال الكزاره؟ واش ثلاث شهور، اربع شهور؟ شحال ضارب؟ انا في عمري 36 عام. اللهم بارك. 36 عام، انا نصف عمري ضارب. وانا نصف. الله. تنقرا مع الوالد، تنقرا وكيجي يعلمني الوالد. تبارك الحرفه زوين. وشنو الحرفه؟ انا ما غناش كتعيش. دابا انت غنيك ولا معيشك؟ اللهم لك الحمد. اللهم لك تبارك الله. الوالدين خلا لنا الحمد لله. اللهم لك الله سبحانه وتعالى. تبارك الله، الوالدين خلاو لك. الحمد لله. اللهم بارك. كاين اقبال على هذا الشيء؟ دابا شويه بنادم الغلا. الصراحه كلشي بنادم شويه مقصح، الشتا ما كايناش، العلف غالي. كلشي دابا واكل الدق. والله واحد الاقبال الحمد لله، اللهم لك الحمد. ما نكذبوش، غير هو ذاك الاقبال اللي كان شحال هذه، ماشي هو دابا. بدا كيتراجع شويه. واش السبب هو زياده في الاسعار ولا شنو؟ السبب الاولاني هو الشتا بعدا. الله يرحمنا. حيت الشتا ملي ما تيكونش العلف تتكون لك تيكون اللحم غالي. هذا الفلاح مسكين ما غادي يقدرش يربي، اللي ما في حالوش مسكين ما يقدرش يربي باش يعلف باش يمشي يذبح. صعيبه عليه، قاصحه عليه. مازال ملي كيكون العام زوين كيلقى ما يوكل، كيلقى هذه كتكون القضيه. ونسولوك دابا، اللهم بارك، دابا في التكزات ولا في الكزاره الكفته كان 80 درهم 70 درهم، دابا ولات 120 درهم. 110 درهم. طلعت بزاف. انا نقول لك علاش. دابا اللحم كتاخذ اللحم ب 78 درهم. ملي كتحيد ليه العظم وكتحيد ليه، راه غيطلع لك 100 درهم. كاينه. فهمتيني؟ يطلع لك 100 درهم، اش غتربح ملي غتبيعو انت ب 100 درهم ولا غتبيعو ب 80 درهم؟ ما تربح والو. ما تربح والو، ضروري ديك، حيت راه عندك ضريبه، عندك ضو، عندك خدام. عندك هذه ضروري خصك. كاينه. اللهم بارك. هو الفرنك راه الله يجعل البركه، الفرنك راه فيها الخير والحمد لله والبركه في الكيلو. عايشين دابا ببركه. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. اللهم لك. والهبره 125 درهم هي طلعت. اييه. حيت دابا شنقول لك، هذا الشيء هذا راه ما الغلا، هذا الشيء راه من السوق. السلعه غاليه. وشوفوا مشاهدينا، انت شوفوا وري الناس، شوف صوصيص اللحم هذا كتف ياك. هذه عنقره. العنقره. هذه الكتف. الروم ستيك ما بانش ليا. ها روم ستيك. الروم ستيك. ها. ها روم ستيك. ها الروم ستيك. ها لي سكالو. ها. الروم ستيكات. شوف تبارك الله. فين هو الفوفيلي؟ الفوفيلي ما بقاش ليا. قول لي تباع. الله كنعرفت انا. فاهمين فيه بدك الزارت. مرحبا مرحبا. قالك كزار، بغينا نسول واحد المقوله مضحكه، كيقولوا كزار كزار ومعشي باللفت. ماشي اللفت. ماشي اللفت. شنو هي؟ الفلت. 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 شنو هو الفلت؟ الفلت هو كيجي عندي. دابا انت جيتي عندي كليان. جيتي عندي كليان،
كنعطيك انا كنكون مخبي طرف كيجيك الزار انت دابا انت كليان ديالي زعما تقول لي عطيني داك الطرف كاين كنهزو كنعطيه لك ولفت والفلت ما كليتيش تا كيفلت معشتي باللي فلت باللي فلت الطرف اللي كيبقى لي الاخراني ديالو انت كتولي معشتي بويض ومطيشه هادشي شحال هادي دابا لا دابا لا دابا كزار ما دابا كزار بالعكس هو كياكل احسن حاجه كا والله والله تبارك الله الكزاره اللهم بارك دابا نسولك انا لا حيد الطبيعه تعرفني انت كزار لا ما غنبانش كزار لا هادشي اللي كاين من الاخر انت قال كزار كزار ومعشتي بالفلت بالفلت او ياك تي كزار ضرب الروبستيك ولا الملج ضروري لما كنا ما ضرب العبره قال لك ضرب العبره تتبرى انت هادشي اللي كاين مازال متواصلين مع الكزار خونا اسمه مرحبا حسن 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 باش نفكر هو الزاني هذا المارشي المحل 46 ملقب بالمكناسي بالمكناسي في بورغون مارشي بدر سولوا على مارشي بدر الوزاني حسن الوزاني تبارك الله داك الشيء اللحم يا سلام الله يحفظك الله يحفظك وكزار هود قامها يا باش تعرفوا شو تبارك الله شو لي زيكوتور ضروري ضروري شوف شو تبارك الله كيتسلط العجله قبل ما تجي الذبح تبارك الله عليك الله يبارك اخر كلمه تقولها للمسؤولين الناس حيت كنشوف حنا الدرويش راه واكل العصا واكل العصا بزاف غلاء في الاسعار لا في الخضر لا في الفواكه وحتى في اللحم مثلا اللحم كان 60 درهم 50 درهم ولا 100 درهم الكفته كان 80 درهم ولا 110 زعما غلاء الدرويش شي كلمه تقولها للمسؤولين اللي غنقول لهم الله يهديهم على 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 الدراوش الله يهديهم على الدراوش هادشي اللي غنقول لهم الله يهديهم وتكيسوا علينا وتكيسوا عليهم وتكيسوا تبارك الله عليكم وتكيسوا على الجزارة تكيسوا عليهم وتبارك الله عليكم ونتلاقاو في لايف جديد مواطن جديد وموضوع جديد الى اللقاء